نتعرف على تفاصيل أكثر من خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا فرنسا. أهلا بك خالد، وحدثنا بداية عن كيفية تلقي وسائل الأعلام الفرنسية للقاء المرتقب ما بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي. ما هي أهداف هذه الزيارة ودلالتها؟ تحياتي الشادي ليك ولريهام ولكل السادة المشاهدين. بالطبع هذه الزيارة وصفت بالهامة لعودة العلاقات والدفء إلى العلاقات الفرنسية الأمريكية، وبصفة خاصة بعد أن شهدت توترا إبان إلغاء استراليا لعقد الغواصات مع فرنسا، مما كان قد وصفها وزير الخارجية السابق جون إيف لوردليون بالطعنة في الخلف. وأيضا وصفت هذه الزيارة بالمهمة في هذا الوقت التي يشهد كثير من الأزمة، في خلال الأزمة الأوكرانية كثير من التطورات على الأرض مع روسيا، واتخاذ موقف موحد مع الولايات المتحدة الأمريكية والقارة العجوز إبان هذه الأزمة وكيفية التعامل مع الجانب الروسي بعد التطورات الأخيرة شادي على الأرض في أوكرانيا. أهداف زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كمان للقاء نظيرها الأوكرانية، يعني حدثنا أكثر عن تفاصيل هذا اللقاء. الحقيقة ريهام، كاترين كولونا جاءت زيارتها للتأكيد على دعم فرنسا المستمر لأوكرانيا وتقديم المساعدات. هنا ومن خلفي ومن ميناء مارسيليا وصلت عصر اليوم كاترين كولونا إلى المدينة لتشرف على مساعدات مقدارها 1000 طن، عبارة عن 15 سيارة إنقاذ وإسعاف وأيضا جسور منقولة وبعض من الآلات وبعض من المعدات أيضا الخاصة بالبناء وبعض من المساعدات الغذائية والدوائية. وأكدت كانت بالأمس التقت مع وزير الخارجية الأوكراني وأيضا مع الرئيس زيلينسكي، وأكدت خلال الزيارة على مواصلة فرنسا للدعم وتقديم الدعم الذي وصل أكثر من 2 مليار دولار إلى أوكرانيا، وحذرت الدول الغربية من التهاون مع الجانب الروسي، ووصفت عملية الاستفتاء التي أجريت في المقاطعات الأوكرانية بالمهزلة. إذن عودة العلاقات مرة أخرى وتأكيد فرنسا على دعمها لأوكرانيا، بالرغم من أن الرئيس الفرنسي كان قد ترك الباب مواربا أمام إمكانية العودة والدخول مرة أخرى في حوار مع الرئيس الروسي بوتين. طيب داخليا، يعني هناك توقعات بتحقيق معدل نمو منخفض هذا العام أو العام المقبل يعني في فرنسا، طبعا بسبب أزمة الطاقة. كيف ستتعامل الحكومة الفرنسية مع ذلك؟ هل من برامج وضعتها الحكومة للتعامل مع هذا النمو المنخفض في الاقتصاد؟ برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية شادي أكد على أن بالفعل عملية النمو ستشهد تباطؤ في العام القادم، ستصل إلى 1% فقط، مع العلم أن هذا العام وصلت إلى 2.7%. وأكد على أن الحكومة الفرنسية ستطالب الدول المفوضية الأوروبية بأهمية تقديم الدعم لبعض من المصانع والشركات الفرنسية والأوروبية حتى لا تفقد قدرتها التنافسية. التضخم ما زال هو الشاغل يعني الوحيد للاقتصاد الفرنسي، وجميع التنبؤات بتؤكد شادي على أن التضخم ما زال مرتفعا وما زال سيأخذ ارتفاعا حتى نهاية العام. شكرا جزيلا لك خالد شقير، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا فرنسا.